حطي المشابك في المساحة. وتعالى اقول لك بقى على فكرة النهاردة، حيلة منزلية ما جاتش على بالك قبل كده، افكار هقولها لكم الاول مرة بجد هتستفادوا وهتوفر عليكم وقت ومجهود كبير. انا سمر ودي قناتي، اتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما ننزل فيديو تتفرجوا عليه على طول، واتمنى تحطوا لايك للفيديو وتستفادوا بقى بالافكار اللي هقولها النهاردة. واول فكره معايا النهارده الماسك ليه كده مفتاح من تحت بتشديه بيتقفل، ولما تدخليه لجوه بيتفتح. لو عندك بقى الماسك ده باظ زي الماسك اللي عندي ده ومفهوش البتاع اللي بتفتح وبتقفل بيها، هتقدري تجيبي بقى قستك الفلوس وتقفليه بيها، وكده مش هياخد مكان معاكي في درج المطبخ خالص. دي كانت اول فكره معايا. وتاني فكرة معايا الأزايز بقى اللي انت مش بتستعمليها كده، هنستغلها ونعمل بيها فكرة حلوة قوي هتعجبكو جدا. أول حاجة هنقطع كده جزء من الإزازة، الجزء اللي من فوق، أنا مش عايزة باقي الإزازة، أنا هاخد الجزء اللي من فوق بس. وهنجيب بقى الكيس بتاع مسحوق الغسيل، طبعا لما بنفتحه الريحة بتخرج منه وما بتبقاش ريحته موجودة في الهدوم، هتحافظي بقى عليه انه يفضل مقفول بعد ما بتفتحيه بالطريقة دي. هنحط الازازة فيه وهتقدري بقى تصبي المسحوق بمنتهى السهولة، وفي نفس الوقت هتقدري تتحكمي فيه وتقفلي مسحوق الغسيل بمنتهى البساطة. بصي هنجيب كده بقى استك من بتاع الفلوس برضو، وتقومي عاملة عليه ماسكة الازازة في قلب الكيس بتاع المسحوق. بصي وهتقدري بقى تصبيه بمنتهى السهولة. يا رب الفكرة بقى تكون عجبتكم، واتمنى تحطوا لايك للفيديو. وتالت فكرة معايا بقى، هجيب طبق بستعمله للغسيل بس، وهحط فيه السلك بتاع المواعين. انا بستعمل السلك ده في التنظيف، بجد النتيجة بتاعته بتبقى حلوة قوي. هحطه بقى في الطبق كده وهحط عليه مية، وهحط عليه كمان الصابون بتاع المواعين النوع اللي بتفضليه، وهحاول بقى ادخل كل الصابون في السلك. زي ما احنا شايفين كده، وهمسكه بقى على المساحة بمشبك. هغطي بقى المساحة بكل كمية السلك اللي عندي، وبرضه همسك السلك على المساحة بمشبك. تعالى اقولك بقى المساحة دي هنعمل بيها ايه. هتقدري تمسحي بيها سيراميك الحمام كله في اقل وقت ممكن، ومن غير تعب ومن غير مجهود، وبجد في 10 دقايق كنت خلصت سيراميك الحمام كله. طبعا سيراميك الحمام مش بيبقى عليه دهون، فبمجرد ما هتعمليه بالصابون السائل هينضف ويبقى زي الفل معاكي. طبعا لو هتعملي الحركة دي في سيراميك المطبخ هتحطي منظفات وتعملي بنفس الطريقة، مش هتاخد معاكي وقت خالص. تعالي بقى شوفي النتيجة بعد ما خلصته وغسلته بالمية، شوفي النتيجة. أتمنى بقى أفكار النهاردة تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وأشوفكم في فيديو تاني بأفكار تانية إن شاء الله.